باشرت القطاعات الأمنية بالمرحلة الثالثة من عمليات أبطال العراق ضد فلول داعش الإرهابي، وتمكنت قوات الرد السريع وقطاعات اللواء الثاني والعاشر من الحشد الشعبي في منطقة شرق الدوز من إكمال واجباتها، وذلك من خلال العثور على أكثر من مضافة لداعش، فيما تم تفجير عدد من العبوات الناسفة وتدمير 4 مضافات. باشر قطاعاتنا اليوم الساعة 6 صباح هذا اليوم تنفيذ المرحلة الثالثة من واجب أبطال العراق المرحلة الثانية. اليوم لقينا أكثر من مضافة، لقينا أكثر من قرية يستخدمها داعش الإرهابي وعناصره استخدام بسبب طبيعة الأرض وصعوبتها وعورة الوديان والأراضي. الحمد لله والشكر قدرت قطاعاتنا تجتاز كل هذه المعرقلات باتجاه الأهداف المخصصة إلها. تم تفجير أكثر من عبوة مسيطر عليها، تدمير 4 مضافات، 2 محور الفوج الثاني اللواء الأول، ووحدة في محور الفوج الثالث اللواء الأول، والثانية في محور الفوج الأول اللواء الأول. قم باشي بالتقدم حتى نهاية الواجب.